بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية السنة الثانية إعدادي، لو فرونسي أو كوليج. إذا فد السنة غتبدا الموضوع ديال الصحافة، غتطرقوا الموضوع ديال الصحافة في أول الأمر في كتاب التلميذ. إذا تنتكلموا هنا على لا بريس. إذا طبعا غنشوفوا بعض المصطلحات المتعلقة بالصحافة. لاحظ مثلا فهاد الصور التالية ماذا ترون؟ إذا عندنا ان جورنال، لو جورنال يعني جريدة. طبعا الجريدة ملي كنتصفحوها شنو هي أول حاجة تنشوفوها فيها؟ العنوان. شنو هي أول حاجة تتبان للقارئ من الجريدة؟ واش تبانو مثلا الصفحات الداخلية ديال الجريدة؟ شنو اللي تبان فيها؟ واش الصفحة الأخرى؟ واش الصفحة الوسطى؟ أو الصفحة الأولى مثلا؟ الصفحة الأولى. إذا هذه الصفحة الأولى في كل جريدة تسمى لا اون. لا اون كما نقول الواحدة أو الوحيدة أو شيء من القبيل. تنتكلم على واحد، اون واحدة. هناك أننا نعرفها نقول لا اون الواحدة. إذا عندما نتكلم عن لا اون إذا المقصود بها هذه الصفحة الأولى من الجريدة. طبعا ممكن هاد لاين تطلق على بعض الأشياء الأخرى المشابهة. مثلا في القنوات الفرنسية هناك قناة تسمى لاين، قناة إذاعية تسمى لاين، يعني الأولى كما نقول. إذن عموما المتعارف عليه عندما نتكلم عن لاين فالمقصود بها شنو؟ لاين شنو المقصود بها؟ الصفحة الأولى ديال الجريدة. الصفحة الأولى ديال الجريدة. إذا اللائين المقصود بها هي الصفحة الأولى للجريدة، فهمتي؟ سي لا بروميير باج دو شاك جورنال. إذا هذه لائين. لائين سي لا بروميير باج دو لا جورنال، دي جورنال من الجريدة. كوم إكزومبل فوالا أون دي زون، كوم نو فويون أون دي زون. إذا بالنسبة لجريدة لو موند كما نقول العالم، إذا عندنا هاد لائين. شوفنا مثلا لو ريبيبليكا كما نقول جمهوري، لا ريبيبليك يعني جمهورية. بعد دابا فرنسا هي جمهورية ماشي ملكية، حيت تحكم رئيس تدوز واحد الوقت تنتخب رئيس آخر، فهمتي؟ هاد الرئيس ما تيستمرش في الحكم، أنه تحكم لفترات معينة. إذا هما متفقين على واحد النظام ديالهم. إذا نتكلم عن لا ريبيبليك، إذا الجمهورية. لو ريبيبليكا يعني الجمهوري. إذا طبعا هاد الجريدة سمات راسها على هاد التوجه. إذا كما نرى لو ريبوبليكا لغة. إذا عندنا هاد الجريدة سمات نفسها بهذا الشكل. ثم كما تنشوفوا أنها هناك عناوين كبيرة، هناك عناوين صغيرة، هناك صور بعضها كبير بعضها صغير، هناك نصوص صغيرة إلى آخره، هناك تنظيم معين على هاد الصفحة. يقول لها أنها مرتبة بواحد الشكل. مثلا هاد الصورة التالية ميدي ليبر. إذا الجريدة سمت نفسها بهذا الشكل. ثم هناك عناوين بنفس الطريقة مع ترتيب مغاير. إذا هناك عناوين أيضا كبرى، هناك عناوين صغرى، ثم هناك صور كبرى وصغيرة، ثم هناك نصوص كبيرة وصغيرة إلى آخره. ثم عندنا لومانيتي، هذا هو اسم الجريدة كما نلاحظ، كما نقول إنسانية. ثم بعدها عندنا ليبراسيون، هذه جريدة أيضا فرنسية مشهورة. إذا لاحظ معي أنها اكتفت بهاد العنوان الكبير لونغواس فرونسيز. ثم عندنا الصورة في الخلفية كما نلاحظ. ثم مثلا عندنا هنا لو فيغارو. ثم عندنا عنوان كبير لو بلون فرونسي بور سيغمونتي لا كريز إلى آخره. إذا عندنا ترتيب معين فهاد الصفحة الأولى للجريدة. في نظرك لماذا هاد الترتيب بهذا الشكل؟ يحصل على النظام. لماذا هذا التنظيم بهذا الشكل؟ لهذا المعطيات. هناك أخبار تتلقاها الجريدة ثم يتم كتابة المقالات ثم ترتيبه بهذا الشكل. هناك مقالات كثيرة هنا لم تستكمل على هذه الصفحة. هناك بعض المقالات، هناك بعض الأخبار تتكتب فقط البداية ديالها هنا. إذا بغيتي تكملها خاصك تدخل الصفحات الداخلية عاد تكمل الخبر. هنا فقط كما نقول أنهم تعطوك الإعلان ديال الخبر. تقدر تلقى بحال هذا العنوان اللي عندنا هنا لو بلون فرونسي، تنقولوا حنا البلان ياك، يعني ما هو التصميم
أو ما هو التخطيط الفرنسي pour surmonter la crise من أجل تحدي الأزمة. فهمتي؟ إذن فرنسا أشنو دارت من تخطيط باش تجاوز الأزمة، الأزمة اللي عندها. مثلا هناك بطالة، هناك اقتصاد يعرف ركود مثلا. إذن ما هو التخطيط الذي تقوم به فرنسا من أجل تحدي هذه الأزمة، من أجل تجاوز هذه الأزمة؟ طبعا كما تلاحظ واش هذا هو البلان، كاين ربعة النقاط هنا. واش هذو من النقاط ديال تحدي الأزمة؟ أكيد أن غيكون فيه تفصيلات وتفسيرات إلى آخره. فين غتلقى التفصيلات والتفسيرات؟ فين غتلقاهم؟ داخل في الجريدة. إذن كما تشوف هنا فقط البداية، ونفس الشيء مع بقية المقالات. ممكن تلقى خبر صغير يعني يدوز في واحد الأسطر صغيرة، وممكن أنك تلقى مقال في الغالب أكبر عندك هنا فقط البداية دياله، ومن بعد إلا بغيتي تستكمله تدخل الصفحات الداخلية للجريدة باش تستكمل المقال. إذن في نظرك هاد الصفحة الأولى شنو الدور ديالها؟ وعلاش هي بهذا التنظيم؟ لجلب الناس. لجلب الناس، فهمتي؟ بوغ اتيغي لي ليكتور، من اجل جلب القراء، فهمتي؟ ثم انها تستعمل كفيترين، كوم فيترين، انها تستعمل بحال فيترينا، فهمتي ولا؟ بحال دابا في الاسواق الكبرى مثلا في الدار البيضاء، انك تتلقى حانوت صغير فيه من كل سلعه فيها شويه، فهمتي؟ تيقول لك عندي هاد السلعه، عندي هاد السلعه، عندي هاد السلعه. وملي تقول له اعطيني من هاد السلعه 5، اعطيني من هاد السلعه 20، اعطيني من هاد السلعه 100، اعطيني من هاد السلعه 200، فهمتي؟ اش يدير لك هو؟ تيسجل داكشي اللي بغيتي وتيمشي يجيب لك السلعه من واحد الهري كبير، واحد المنطقه اخرى، هذيك البلاصه فيها الزعام، تيجيو لها الكليان كثار، وهو ما عندوش اتساع. اذا شنو عنده هو تما؟ شنو عنده؟ شنو عنده هو؟ هذيك السيد اللي تيبيع السلع شنو عنده؟ يتعطل. عنده حانوت صغير، شنو داير فيه؟ كل سلعة حاط منها عشوية. بحال دابا هو حاط غير 10 من السلعة، حاطها 5 من السلعة، السلعة اللي منها 5، أنا باغي نشتري منها 200، منين غيجيب لي هاد 200؟ السلعة اللي عنده فيها 10، أنا باغي منها 300، منين غيجيب لي 300 ديال هاد السلعة؟ منين غيجيبها؟ من الهري. إذا هذاك الحانوت الصغير تيخليه فقط منظر، فهمت ولا؟ طبعا اي واحد باغي يشري من عنده السلعه اش يدير هو؟ تيقيد لك غير السلعه وتيعطيها لذاك السيد اللي معاه، تيمشي يجيب لك السلعه بالطوموبيل، تيقول لك ها هي، واش فهمت ولا؟ اذا المهم هذاك الحانوت تيستعمله فقط كواجهه، كواجهه لذاك الشيء اللي عنده، واش فهمت ولا؟ نفس الشيء هنا، هاد الصفحه الاولى ديال الجريده انها تستعمل فقط كواجهه بحال فيترينا، انها تقول لك ها السلعه اللي عندي لداخل، فهمت ولا؟ إذا السيد اللي غادي يشري هذه الجريدة أول حاجة تيشوف الموضوعات اللي موضوعة على الصفحة الأولى لهذه الجريدة، وبالتالي هو تيقرر واش يشري ولا ما يشريهاش. طبعا هنا كما تلاحظوا كاين جرائد كثيرة، كل جريدة تتقترح موضوعات معينة وتتنظمها بواحد الطريقة معينة، من أجل ماذا؟ من أجل جذب القارئ لشرائها. كما تلاحظوا بانه هدف اقتصادي بالدرجه الاولى، لكن رغم انه هدف اقتصادي هذا ما تيعنيش بان الجريده مثلا غتختلق خبر او تختلق واحد الحدث باش تتباع، يمكن ليش تزيد في الخبر او تنقص منه، ممكن انها تناقشه بطريقه معينه من زاويه معينه، ولكن يمكن ليش تختلق خبر باش تجر القراء وتفقد المصداقيه ديالها. إذا كما تلاحظوا بأن كل جريدة إلا وتتنظم الأخبار اللي عندها باش تجر القراء. إذا لاحظوا بعد المكونات ديال الجريدة، شوفنا شادنا الفوق البلاصة اللي فيها اسم الجريدة. إذا هاد المنطقة شنو تسمى؟ لامونشات. إذا هي هاد المكان الفوقاني. ثم عندنا لوغاي، ثم عندنا لوغاي، كما نقول أذن. كما تنشوفوا عندنا وحده من هاد الجهه، ممكن تكون وحده اخرى من الجهه الاخرى، اذا تسمى لوغاي. ثم عندنا هاد العنوان الكبير تسمى لا تريبين. ثم عندنا اي لا سو تريبين، تكون عندنا عناوين كبرى ثم عناوين صغرى.
نتكلم عن المنطقة بالدرجة الأولى. إذن عندنا لا تخيبين، ثم عندنا لا سوتخيبين أو لي سوتخيبين في حالة أخرى، ثم عندنا لو فونتر، هذه المنطقة الوسطى. طبعا لو فونتر كما نقول البطن، لو فونتر. إذن كما تنشوفوا حتى هي عندها واحد البطن، إذن المنطقة الوسطى إذن تسمى لو فونتر. ثم عندنا لي زابيل، هاد النصوص الصغيرة تسمى لي زابيل، عندها عنوان صغير كما تلاحظوا، إذن تسمى لي زابيل. طبعا كما تلاحظوا بأن لي زابيل عندها واحد العلاقة بفعل أبلي، كما نقول نادى، هنا كما نقول نداءات. هاد النصوص الصغيرة كما نسميها نداءات، كأن تنادي على القارئ، تنادي على القارئ. طبعا في الغالب هاد النصوص الصغيرة تكون مستكملة في الداخل، فهمتي؟ إذا نسمى لي زابيل. ثم عندنا لو بي دو باج، لو بي دو باج كما نقول رجل الصفحة. كما نلاحظ هذه المنطقة هي في الأسفل، إذا هذه المنطقة تسمى لو بي دو باج. إذا كما قلنا لا إين دان جورنال لي زيليمون إي سون بلاسي دون ان سيغتان أوردر، لي زيليمون العناصر. إذا نتكلم على مجموعة عناصر، هاد العناصر أصلا كل أخبار أو تحليلات إلى آخره. إذا نتكلم على لي زيليمون إي سون بلاسي، إي سون بلاسي أنها توضع فيها دون ان أوردر، في ترتيب. كل صحافي صحافي في ديك الجريدة، تنتكلموا على لا بخيس، تنتكلموا على الصحافة أو واحد المقر ديال واحد الصحيفة، إذا تيكونوا في مجموعة ديال الصحافة. كل صحافي يكتب مقال، يا إما أنه تحليلي أو أنه إخباري إلى آخره. هاد المقالات التي كتبو الصحافة في الأخر تيتجمعو بواحد الشكل معين في الجريدة، وبالخصوص خاصهم يترتبوا بواحد الطريقة في الصفحة الأولى للجريدة. إذا نتكلم عن لي زيليمون، إذا هاد العناصر إي سون بلاسي دون ان سيغتان أوردر، إذا هاد العناصر، العناصر توضع فيها في ترتيب معين دون ان سيغتان أوردر، في ترتيب معين. إذا كما قلنا لو بوندو، إذا هاد المنطقة الفوقانية تسمى لو بوندو. إذا كما رأينا هناك لا مونشات، ثم أعلاها هناك لو بوندو، لو بوندو. إذا لو بوندو سي ان غو تيتر اون غينيريك سبيسيال، إذا في بعض الجرائد تلقاو شي عنوان كبر، يعني فوق من اسم الجريدة. بحال هنا كما تشوف لو فيغارو، عندنا لا مونشيت هي اللي فيها اسم الجريدة، تسمى لا مونشيت. فين كاين اسم الجريدة يسمى لا مونشيت، فهمتي؟ هاد البلاصة الزرقاء تسمى لا مونشيت، ولكن فوق منها كاين واحد العنوان، اون تروفي دو لا ناج سور مارس، لقد وجدنا الجليد على المريخ، فهمتي؟ اون تروفي دو لا ناج سور مارس. اذا تنتكلموا على واحد الكوكب، تيقلبوا العلماء الان واش فيه الجليد، واش فيه الماء او لا. علاش يقلبوا على الماء؟ علاش في هذاك الكوكب علاش يقلبوا على الماء؟ باش يكون فيه الماء تكون بلاصه مناسبه للعيش. اذا الا كان فيه الماء تكون بلاصه مناسبه للعيش، للعيش. الحمد لله، هذا تدل بان كاين الاكسجين تما، الحمد لله، وبالتالي ممكن ان الانسان يعيش، قدر الناس يمشيو لذاك المكان. اذا اون تروفي دو لا ناج سور مارس، اذا هذا عنوان كبير كما تلاحظوا. المنطقة التي تتضمن هذا العنوان الكبير تسمى لو بوندو، تسمى لو بوندو. سيت ان غو تيتر او ان ريبريك سبيسيال، عنوان كبير او بيان ان ريبريك سبيسيال، هو نتكلم عن مقال خاص، ياك. ثم عندنا لا مونشيت كما قلنا، لا مونشيت سي لو نو دو جورنال، سي لو نو دو جورنال. اذا نتكلم عن المنطقة اللي تيكون فيها اسم الجريدة، فهمتي؟ لو بري فيها الثمن، اللي باغي يشري ديك الجريدة تلقى فيها الثمن، إذا انت تكتب في هذه المنطقة، إذا تلقاو اسم الجريدة ثم الثمن ديالها، لا دات اي لو نيميرو، إذا تلقاو فيها التاريخ ديال داك النهار، ديال داك المقال، التاريخ ديال داك النهار، ثم لو نيميرو. شنو هو لو نيميرو؟ الرقم ديال هاش، الرقم ديال الإصدار ديال الجريدة. دابا الجريدة تصور اليوم أول مرة تخلقات، أول مرة اليوم غتخرج واحد العدد، فهمتي؟ غتخرج واحد الجرائد،
الله أعلم واش تخرج 5000 جريدة 1000 جريدة أو غتخرج 100000 جريدة أو أكثر أو أقل. داك الجرائد اللي غتخرجهم غدير لهم نيميرو أن، يعني أول مرة صدرت ديك الجريدة، فهمت ولا؟ إذا تتسمى العدد، العدد رقم واحد. ثم غدا غتخرج واحد الجريدة أخرى بواحد العدد كتير وغتوزعو. هذيك الجريدة اللي غتفرق الغد تتعطيها العدد 2، اليوم الثالث غتعطيها العدد 3، اليوم الرابع غتعطيها العدد 4، اليوم الخامس غتعطيها العدد 5، وهكذا توصل واحد العامين 3 سنين 4 سنين 10 سنين غتولي في واحد العدد معين ديال 5620 الى اخره، تيتسمى له نيميرو. انا ملي غنشري هذه الجريده غنلقى فيها الاسم ديالها، غنلقى فيها الثمن، غنلقى فيها التاريخ، ثم غنلقى له نيميرو. مثلا الى لقيت مثلا 10000، العدد 10000، شنو المقصود بها؟ جريده تخلق في 15. الجريده تخلقات قبل من 10000 عدد خرج، يعني كل نهار تتزاد عدد، كل نهار تتزاد رقم بمعنى آخر حتى وصلت ل 10000. 10000 قل واحد جريدة خرجت قبل من ذاك العدد، هذا يعني بأن الجريدة أصدرت 10000 جريدة إلا واحدة قبل ذلك العدد، أو بمعنى آخر إلى ذلك اليوم أن الجريدة أصدرت 10000 عدد، يعني ممكن أنك تعرف تاريخ ديالها. ثم عندنا لا تريبين، لا تريبين سي لو تيتر، regardez la tribune، اذا هذا هو لا تريبين، هو المنطقه، سي لو تيتر برينسيبال لي جورنال، لو تيتر برينسيبال لي جورنال، اذا نتكلم عن العنوان الاساسي للجريده. الجريده تتعطي واحد الخبر وتتكتبو بالعنوان العريض، علاش؟ هذاك الخبر هو اللي غيبيع ليه الجريده، واش نقول؟ واحد الخبر مهم تجر الناس، اذا هذاك الخبر هو اللي غيبيع ليه الجريده، فهمت ولا؟ اش يتسمى داك العنوان العريض؟ اش يتسمى؟ لا تريبين سي لو تيتر برينسيبال دي جورنال، لو غرو تيتر دي جور، لو غرو تيتر دي جور، العنوان الضخم لذلك اليوم، هو العنوان الضخم لذلك العدد بمعنى آخر، هذاك العدد اللي صدر ذاك النهار، فهمتي؟ إذا الجريدة تنتكلموا عليها بالعدد، فهمتي؟ لو نيميرو. بحال دابا أنا بغيت نتكلم على ديك الجريدة، بغيت نتكلم على واحد الخبر داز شهرين في الجريدة، شنو غنقول؟ غنقول بأن الجريدة لو موند قالت في عددها كذا وكذا، الصادر يوم كذا وكذا قالت كذا وكذا، إذا ديك الجريدة قالت واحد الكلام، قالت بأن واحد مشكل وقع. أنا تنتكلم على المشكل وتنحلل انطلاقا داكشي اللي نشرت الجريدة. شي واحد اللي بغا يكذبني شنو خاصو يدير؟ خاصو يرجع للعدد ويرجع لداك التاريخ ويقرا المقال. إذا داك الكلام اللي تنشرو الجريدة تتعتبر حجة عند الناس، فهمت ولا؟ إذا أردت أن تتحدث بشكل منطقي، فهمتي؟ إذا أردت أن تناقش موضوعا بشكل منطقي وبشكل علمي، عليك أن تذكر العدد، عدد الجريدة، ثم تاريخ صدوره، ثم تعطي رأيك في هذا الموضوع. ممكن أنك تأتي بهذا الموضوع لتدعم به فكرتك أو رأيك في موضوع ما. إذا تذكر فقط العدد، أنت باغي تعطي واحد الخبر وباغي تناقشه مع واحد المجموعة ديال الناس، ياك؟ أو باغي تألف واحد الكتاب حتى، باغي تذكر واحد الخبر ساقط واحد المجموعة ديال الجرائد باش تدعم به الكلام ديالك، شنو غتقول؟ واش غتقول لهم بلا مرة ديك الجريدة كانت دايرة الفوق واحد الصورة وكانت كاتبة واحد العنوان كبير وكانت دايرة واحد الصورة لتحت وكانت منظمة بواحد الطريقة؟ ما غتجيش تقول هاد الكلام، شنو غتقول؟ غتذكر العدد ديالها وتذكر التاريخ اللي صدر فيه العدد، ثم تقول رأيك في الموضوع. إذا كما قلنا الآن، لا تخيبين سي لو تيتر برينسيبال دي جورنال، إذا هاد لا تخيبين هو العنوان الأساسي للجريدة، أو لو غرو تيتر دي جور، لو غرو تيتر دي جور، أو العنوان الضخم لليوم. ثم عندنا لا سو تخيبين، لا سو تخيبين سي دي دي بي دارتيكل،
ou des illustrations, des gros titres, informations secondaires. Et d'un t'kellem an des débuts d'articles. شو المقصود بها؟ نتكلموا على لا سو تريبيون. عندنا هنا مثلا لا سو تريبيون. اذا المقصود بها هنا لا سو تريبيون شنو تتضمن؟ تتضمن دي ديبي دارتيكل. دي ديبي دارتيكل تتضمن بدايات مقالات. بدايات مقالات. واحد الصحفي كتب مقال، صحفي اخر كتب مقال، ما غنكتبوش المقال كله هنا، غنديروا على البدايه ديالو وغنديروا نعاوتاني البداية ديال المقال الاخر، ثم اللي باغي يكمل المقال تحت هاد لا سو تريبين غنقولوا الصفحه اللي غيتستكمل فيها هاد العنوان. السيد اللي باغي يقرا المقال غيقلب الصفحه وغيمشي للصفحه المذكوره تحت هاد لا سو تريبين، ثم غيكمل المقال، غيبان لي العنوان اللي مكتوب هنا فهمتي، وغيكمل عليه. اذا لا سو تريبين سي دي ديبي، اذا هي بدايات، لو ديبي المقصود به هو البداية، دارتيكل، لارتيكل المقصود به هو المقال، إذا هي بدايات مقالات، أو دي زيلوستخاسيون، أو صور، تكون عندك صورة صغيرة، إذا أو دي زيلوستخاسيون، أو أن صور، دي غو تيتخ، أو عناوين ضخمة، ممكن أن تكون عناوين كبيرة، أنفورماسيون سكوندير، نتكلم عن أخبار ثانوية، أخبار ثانوية، واحد الخبر ما وصلش بواحد الدرجة أنه جر المشاهد بشكل أكبر، إذا تنعتبروه خبر ثانوي، إذا غنوضعوه في هاد المنطقة هنا، فهمتي؟ ثم لو فونتخ، لو فونتخ، سي ليلوستخاسيون دي غو تيتخ، سي ليلوستخاسيون دي غو تيتخ، إذا نتكلم عن الصورة للعنوان الكبير، للعنوان الكبير، غيكون عندنا عنوان كبير، ياك؟ ثم غنديرو الصورة في لو فونتخ. إذا كما قلنا الآن لا تخيبين سي لو تيتر برانسيبال، تيكون عندنا عنوان كبير هنا لا تخيبين، ولكن تحت منا الصورة. بحالاش؟ بحال تتشوف هنا لونغواس فرونسيز، تنشوفو عنوان كبير شتيه، ثم تحت منا واحد الصورة كبيرة. إذا هذا يتسمى شي تسمى هذا؟ العنوان الكبير يسمى لا تخيبين، والصورة الكبيرة تسمى لو فونتخ، لو فونتخ تسمى لو فونتخ. إذا نتكلم عن لو ميليو دو باج، نتكلم عن وسط الصفحة. لو فونتخ سي ليلوستخاسيون دي غو تيتخ، إذا هي الصورة أو التوضيح بمعنى آخر، إذا هي الصورة أو صورة موضحة للعنوان الضخم، أو لو دوزيام أرتيك لو بليز امبورتونت، وممكن هاد المنطقة تتضمن الخبر الثاني، تتضمن المقال الثاني الأكثر أهمية. إذا غيكون عندنا خبر أولي ثم عندنا خبر ثاني، غيكون عندنا مقال مهم ثم يكون عندنا مقال آخر مهم يأتي في المرتبة الثانية. الحمد لله الجريدة بحالة تقول القارئ أنا عندي خبرين، أنا عندي لك خبرين مهمين عليك أن تقرأهما، أنا لي لك مقالين مهمين لك أن تقرأهما. حتى في الأخبار وفي تقديم الأخبار على الجرائد هناك منافسة، إذا المنافسة تكون بالدرجة الأولى في التنظيم. ممكن أن تكون عندك التجاريد، تكون عندك أخبار مهمة، ولكن لما قدمتيهاش مزيان، إلا ما قدمتيهاش بواحد الطريقة مشوقة، القارئ ما غيشريش الجريدة، وبالتالي ديك الصحيفة غتخسر. سنستكمل في الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى اللقاء القادم بإذن الله.